تقدم الدكتور طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي بالنادي الزمالك باعتذاره عن الاستمرار في منصبه، وأرجع طارق سليمان اعتذاره لتأثر عمله الخاص بالإضافة إلى رفضه للراتب الذي حدده النادي له. وكان رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك قد تقدم بالاعتذار كتابيا إلى خالد جلال مدير الكرة بالنادي عقب مباراة طليعة الجيش. واتفق مسؤول الأبيض مع الدكتور أيمن فريد طبيب الفريق السابق على تولي منصب رئيس الجهاز الطبي خلفا لطارق سليمان.